ايوه يا فندم يا فندم، ازاي بس هنحقق التارجت في الايام دي يا فندم؟ انا لسه مكلم الكلاينت حالا. طيب طيب هبعت لحضرتك حالا حالا يا فندم. هبعت، لا شيلها خلاص. لا يا فندم انا اسف، مش بكلم حضرتك، مش بكلم حضرتك. حاضر يا فندم، ثواني يا فندم. سلام سلام. صباح الفل معالي الباشا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ايه؟ مع حضرتك يوسف شعبان من الشركه الايرلنديه الايسلنديه للتجاره الخارجيه. اخد من وقت حضرتك دقيقه. لا معلش مش هقدر. احنا معانا النهارده عروض في منتهى الخطوره. ايه النهارده بالذات؟ يعني امبارح كان عادي. تشوف معايا يا فندم. لا انا مش عايز اشتري، متشكر قوي يا فندم. انا مش عايزك تشتري، انا عايزك تكلمني تقول لي يا يوسف انا عايز اخد بالحاجه اللي معاك. طيب بص، انا ممكن ابقى اخد رقم تليفونك واكلمك في يوم من الايام اقول لك يا يوسف تعالى اخد الحاجه اللي معاك. هايل. في يا فندم معانا دلوقتي الشاحن السحري. الشاحن ده في 6 ستارز ب 70 جنيه، في العتبه ب 69، في كل المحلات ب 68. احنا بنبيعه ب 66 جنيه، ولو خدت 2 تاخده ب 133 جنيه، يعني توفر جنيه كامل في العرض ده. اجيب لحضرتك كام عرض؟ يعني جنيه كامل؟ لا دي فرصه ما تتفوتش بقى. طيب يا ترى الشاحن ده بيشحن كل الاجهزه؟ لا يا فندم، ده الشاحن السحري. سحر ازاي؟ حضرتك تاخده هنا تجربه ويشتغل معاك، تروح البيت تشغله ما يشتغلش، تكلمني تقول لي يا يوسف اجي اجربه ويشتغل. سحر يا فندم. تيجي تعمل فقره الساحر. لا يا مش ناقصه هبل. لا متشكر مش عايز اشتري. طب في عرض تاني معانا هنا، رشاشه السمسم الالكترونيه. الرشاشه دي موجوده في كل المحلات ب 48 جنيه، احنا بنبيعها ب 120 جنيه، يعني اغلى 60 جنيه، ولو حضرتك خدت خمسه هتاخدهم ب 1498 جنيه و75 قرش، يعني هتوفر 35 قرش في القطعه الواحده. اجيب لحضرتك خمس عروض؟ خمس عروض عشان القرايب. انا محتاج كده يا محاسب عشان اعرف الحكايه دي. انا مش عايز اشتري حاجه، متشكر. ممكن تسيبني اكمل الشغل بتاعي يا فندم؟ انا مش عايز حضرتك تشتري، انا عايزك تكلمني تقول لي يا يوسف انا عايز اخد من الحاجه اللي معاك. ثانيه واحده، احنا ناخد الشاحن السحري مع رشاشه السمسم الالكترونيه الاثنين ب 142 جنيه. اظن كده بقى يعني المفروض ان انا افرح قوي بقى وريل من كتر الفرحه بقى. في يا فندم مجفف الريال اللي بالبطاريه ده ما بيحتاجش شحن، حضرتك تريل براحتك. ثانية واحدة بقولك ايه، ما تعصبنيش عشان انا ضغطي عالي. ضغط عالي؟ يبقى هناخد الملاحة العجيبة. الملاحة دي يا فندم بتنظم لك الملح بتاعك، ممتاز لمرضى السكر ومرضى الضغط. دي حضرتك تاخدها ومعاها ضمان 7 ساعات من الشركة الايرلندية بتاعتنا، بتضمن لك حياة. بس مش عايز زفت، صدعتني. بس يبقى دي يا فندم حضرتك هتشتريها، يعني هتشتريها. القاتل العجيب للصداع الرهيب ده يا فندم بيشتغل بالطاقة الشمسية، ولا شحن ولا شاحن، ومعاه ام بي 3 وبتحط له كارت ميموري. ولو حضرتك رقدت في البيت ان شاء الله تماما، جابوا لك شوربة خضار معايا مبرد الشوربة اللي بالطاقة السلبية. بص يا فندم، انا ما شفتش لا ابرد ولا طاقة سلبية اكتر منك. مش عايز زفت، مش عايز زفت، امشي. بص يا فندم، انا كنت عايز حضرتك تنفعني باي حاجه او تساعدني، يعني انا متشكر قوي. انا بلف على رجلي طول النهار لما رجلي ورمت. بعدين الدنيا ملطشه معانا بصراحه، وانت فاهم الظروف اليومين دول عامله ازاي. استغفر الله العظيم. استنى يا يوسف، يا يوسف يعني انا اساعدك ازاي؟ ما تعيطش بقى. انا اساعدك ازاي اخد الحاجات دي؟ انا هعمل بيها ايه؟ انا يا فندم انا مش عايزك تاخد حاجه، انا عايزك تكلمني تقول لي ايه يا يوسف. ايه تاني يا بيه؟ يا بيه حضرتك، انا بقالي 36 سنه بدور على شغل، مخلص تجنيد ومفيش فايده، والدي توفى وانا صغير، وانا يئست بصراحه، يئست. طيب لا اله الا الله، خلاص اهدى اهدى، تعالى تعالى اقعد اشرب حاجه. لا يا ريس ما ينفعش، والله لا اتكسف، ما اقدرش. والله لا، لا لو شاي بلبن لا مستحيل. عايز تشرب شاي بلبن؟ لا فتله. لا ما اقدرش والله اتكسف. لا لا لا، انت عايز لا ولا عايز شاي بلبن؟ لا لا اي حاجه عصاير. لا لا انا ما اقدرش. لا ولا عايز تشرب؟ والله اتكسف يا ريس. لا بس اقعد اقعد يا حوده. حوده شاي بلبن بفتله للاستاذ، وانا هات لي السحلب بتاعي. انا معايا مقلب السحلب اللي هو بس بقى. ايه؟ لا انا همسك نفسي، همسك نفسي. انا معايا مسكت النفس اللي بسلكتين دي، اجربها وامسك. امسك بيها بقى. حاضر امسك. يعني انا عايز اعرف، يعني اللف ده كله والمجهود ده بتروح اخر يوم بمبلغ كويس بتكسب؟ ملاليم والله يا معالي الوزير. انا بقول لحضرتك والدي خلص تجنيد من 36 سنه، وانا توفيت وانا صغير. انا لسه حاكي لك القصه، يعني حكايه وحشه، لا لاقيين حته نعيش فيها ولا حتى نموت فيها. طب شوف بقى يا يوسف، انا هساعدك، هشتري كل الحاجات اللي معاك دي ب 50 جنيه. صحيح يا كبير، بس على شرط. امرني. اعرفك على نفسي الاول. معاك عادل النمساوي من الشركه الاسماعيليه للتامين. الشركه عندنا بتقدم عرض فظيع، هتاخد مقبره هديه، هتدفع 50 جنيه كل يوم لمده 48 سنه. هي قلت شاري 50 جنيه كل يا فندم؟ ده كتير جدا، انا اشتري حاجه زي كده ازاي يعني؟ انا مش عايزك تشتري، انا عايزك تكلمني وتقولي يا عادل انا عايز ابص على المقبره اللي عندك.